احنا كنا نتصور وكنا نعملوا باش اتحاد الشغل نهار 6 منظمة الرعاية تقول احنا الان وصلنا الى توافقات كبيرة، مازال ثم بعض اختلافات، نجمعوا الاطراف الكل على مائدة الحوار وتو نشوفوا بعد شكون ينجح الحوار وشكون ما ينجحش. نحن وصلنا لتلك المرحلة ونحن الان داعين باش ينطلق الحوار الوطني سريعا ما بين الاطراف المعنية، الاطراف السياسية المعنية، وتو نلقوا احنا من بعد 3 أيام بعد أسبوع وصلنا إلى وفي كلمة فقط، هل موافقين على الخطة هذه ولا لا؟ نعم الندوة الصحفية الكل في بالك المقصد منها أنا مش مجاوب. نحن قلنا رانا موافقين على كمنطلق الحوار ديما كمنطلق. سي عبد الحميد ما فيه منطلق، ما فيه قاعدة الحوار. علاش الشذوذ؟ سامحني ثم أرضية وثم التفاصيل هذه يبت فيها في الحوار المباشر على الطاولة أمام مختلف الأطراف. نقطة السين احنا قلنا مش ممكن باش نوافقوا على استقالة أي حكومة قبل الاطمئنان على دستور البلاد. واضح قبل الاطمئنان على دستور، هذا الاتفاق على دستور قداش ياخذ وقت. نحن قلنا في حركة النهضة مستعد باش نتوافقوا عليه في الحوار الوطني في أسبوع في 10 أيام يمر المجلس الوطني التأسيسي. قلت حركة النهضة سنجدها ملتزمة بذلك وتسرع. ثم نقاط جزئية فيها وهو تفصيلية فيها معنا ما يناقش، قلنا نناقشها أثناء الحوار. معناها ما كنتش قابلين بها كيف ما هي، معناها رافضينها كيف ما هي كيف ما هي. يا أختي احنا استعملنا نفس اللفظة ونفس الصيغة المستعملة في بيان الجبهة الشعبية وجبهة النقاط. ما يهمنيش الجبهة الشعبية، نسأل عن النهضة يعني تو. ما يهمنيش كنا جبهة. ليه؟ سلاش معناها تاخذوا البيان تاع الجبهة الشعبية وتعاودوه أنتوما. أنتوما سامعين. نسألوا فيه سامحني. نفس الجملة. عاش بنفس الجملة عليه. شو ما فهم هو مش طالب. الجملة بتاعكم توم بتاعكم توم. الجملة حركة النهضة انتم شنو على المبادرة بما فيها كيما هي ولا عندكم نقاط اختلاف وتحبوا تنطقوا في نقاط؟ قاعدة للحوار. عطينا إجابة واضحة. بيان الجبهة الشعبية وجبهة النقاط. لا عندنا الجملة. عليها هكا يا أخي حزب يعني حزب حاكم يعمل هكا يا أخي معارضة ونفس الجبهة. كوش مربوطين بالجبهة. كما المعارضة عندها هواجس وعندها انشغالات ومخاوف، الطريق الحاكمة والنهضة هي أيضا عندها هواجس وتريد معناها يعني ضمانات لنجاح المسار. سي العازمي كيف تشوف الأزمة؟ سي العازمي كيف تشوف الأزمة السياسية؟ تو كل واحد متشابك برأيه كيف تشوف؟ مفهوم حوار 2 شهر تتحاوروا سي العازمي، ما قلتوا شيء. ما قلناش ما عملنا حتى شيء، عملنا الكثير ولكن لابد أن نتوج هذا بأنه يعني الآن ننطلق في دخول التفاصيل. مازال باش يتواصل حواركم في الأيام القادمة إن شاء الله. نعمل ذلك نعمل ذلك. والابتعاد عن ورقة الشارع، لأن كل طرف في الشارع نتاعو يكون أن يصرف. نحن نعرف ندعو إلى تهدئة سياسية واجتماعية لتجنب غلبنا شعور القلق السياسية. نحن في حاجة إلى توافق سياسي.